والسمبل ليفل لما اتكلمنا عنه عرفنا ان هو بيتكون من حاجتين اثنين، فاتي اسيد زائد الكحول، هو ده السمبل ليفل. ده ابسط نوع من انواع الدهون، عباره عن حمض مع كحول، حمض دهني اللي هو الفاتي اسيد مع الكحول. وكملنا كلامنا في التقسيمه، وقلنا ان الكحول ده احتمال يكون حاجه من اثنين، يا اما اصغر كحول ربنا خلقه اللي كان اسمه جليسترول، يا اما اي كحول تاني خالص هنقول عليه لون التشين الكحول. ليه سميناه لونج تشين الكحول؟ يعني الكحول ذات السلاسل الطويله او الاطول، لان زي ما اتفقنا الجليسترول هو اصغر كحول، فاكيد اي كحول تاني هيكون اطول منه. كملنا كلامنا وقلنا والله لو السمبل ليفل بتاعي كان فاتي اسيد مع جليسرول، قلنا ساعتها هنسمي السمبل ليفل ده نيوترال فات، يعني الدهون المتعادله. وهنعرف النهارده سميناها ليه متعادله. اما لو كان السمبل ليفل بتاعي عباره عن اي كحول تاني زائد فاتي اسيد، قلنا ساعتها هنسمي السمبل ليفل ده كويس. دي كانت التقسيمه بتاعتنا بأبسط نوع من أنواع الدهون اللي هو السمبل ليفل، كان عبارة عن حاجتين ماسكين في بعض، عبارة عن فاتي أسيد مع الكحول. بناء على نوع الكحول هيتحدد نوع السمبل ليفل. قلنا والله لو كان الكحول ده جليسترول ماسك في فاتي أسيد، ساعتها قلنا هنسمي السمبل ليفل ده نيوترال فات. أما لو كان الكحول أي كحول تاني غير الجليسترول ماسك مع الفاتي اسيد، ساعتها قلنا هنسمي السمبل ليفل ده ايه؟ كويس. بعد كده قلنا هنتكلم عن الفاتي اسيد لوحده، وهنتكلم عن الجليسترول لوحده، وبعد كده هنروح ممسكين الاثنين في بعض عشان نكون مين؟ النيوترال فات. وبالفعل بدأنا نتكلم عن الفاتي اسيد، وهنخلصه النهارده. وهنكمل كلام النهارده عن الجليسترول، والنهارده كمان هنمسك الجليسرول مع الفاتي اسيد ونكون مين؟ النيوترال فات. هي دي حصتنا النهارده. يبقى دلوقتي بدانا الكلام في الفاتي اسيد، وعرفنا مع بعض ان الفاتي اسيد او الحمض الدهني الجنرال فورمولا بتاعته كانت RCOOH. واحنا بنكمل شرح قلنا قصده ايه بكلمه R؟ قلنا R يعني الكايل جروب اللي هي اصغر مجموعه كيميائيه. قد تكون CH3 وعايزه رابطه، CH3 CH2 عايزه رابطه، CH3 CH2 CH2 وهكذا. قلنا حط عدد ذرات الكربون اللي انت عايزه، R او الكايل جروب دي مجموعه كيميائيه كبيره تشمل العدد اللي انت عايزه من ذرات الكربون. معنى ان الفاتي اسيد RCOOH، يعني نفهم من كده ان دي ال R، يعني لو حطيت COOH على المجموعه دي اصبح اللي عندي ده هو ده الفاتي اسيد بالظبط كده. يبقى الفاتي اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن R اللي هي CH3 او CH3 CH2 او CH3 CH2 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 ماسكه في الكربوكسيل جروب اللي هي COOH. كملنا كلامنا في التقسيمه بتاعت الفاتي اسيد، وقلنا الحمض الدهني او الفاتي اسيد ده ممكن يكون بالمنظر ده، مفيش فيه دبل بوند خالص. لو مفيش فيه دبل بوند يعني كل الروابط اللي فيه مشبعه، قلنا هنسمي الفاتي اسيد ده ساتيوريتد فاتي اسيد، يعني حمض دهني مشبع. اما لو شلنا مثلا من الكربونه دي هيدروجينه، وشلنا من الكربونه اللي جنبها هيدروجينه، ومسكنا الاثنين بدبل بوند، يعني بقى في رابطه غير مشبعه، قلنا ساعتها هنسميه ان ساتيوريتد فاتي اسيد، يعني حمض دهني غير مشبع. وبعد كده الساتيوريتد فاتي اسيد خدناه وشرحناه، والانساتيوريتد فاتي اسيد اتكلمنا في كلمتين. قلنا الانساتيوريتد فاتي اسيد يعني الحمض الدهني الغير مشبع اللي فيه دبل بوند قد يحتوي على دبل بوند واحد، وقد يحتوي على اكتر من دبل بوند. لو في دبل بوند واحد قلنا ساعتها هنسميه مونو انساتيوريتد فاتي اسيد، لان كلمه مونو يعني احاد، يعني في دبل بوند واحد. اما لو الفاتي اسيد كان فيه اكتر من دبل بوند قلنا ساعتها هنسميه بولي انساتيوريتد فاتي اسيد، يعني الحمض الدهني غير مشبع، بولي يعني اللي فيه اكتر من دبل بوند.
وشرحنا امثله للبولي انساتوريتد وعرفنا بنرقمها ازاي، وشرحنا امثله للبولي انساتوريتد وقلنا عليهم مهمين جدا. النهارده هنكمل كلامنا في البولي انساتوريتد فاتي اسيد، وهنعرف ايه هي اهميه البولي انساتوريتد فاتي اسيد. وبعد ما ننتهي من اهميتها هنتكلم بعد كده عن الجليسرول، ونعرف الجليسرول ده بيتكون من ايه وتركيبه ايه وايه استخدامات الجليسرول، وبعد كده هنمسك الجليسرول مع الفاتي اسيد علشان نكون مين؟ النيوتروفيل. ده لازم انت بتذاكر تبقى عارف انت بتتكلم عن ايه بالظبط، بتذاكر كل صفحه لوحدها وكل سؤال لوحده وخلاص، الشابتر كله ماسك في بعض. لازم ابقى عارف ان انا في البدايه بتكلم عن نوع من انواع الليبيد اسمه سمبل ليبيد، اللي هو التلت الاول من فصل الليبيد. سمبل ليبيد يعني حاجتين، فاتي اسيد وكحول. لو الكحول ده كان جليسرول يبقى السمبل ليبيد ساعتها اسمه نيوترال فات. لو الكحول ده اي كحول تاني يبقى السمبل ليبيد ده اسمه كويس. بعد كده انا هتكلم عن الفاتي اسيد لوحده وتعرف انواعه، بعد كده اتكلم عن الجليسرول لوحده واعرف تركيبه. بعد ما اخلص كلام عن الفاتي اسيد واخلص كلام عن الجليسرول هنمسك الاثنين في بعض عشان نكون اول نوع من السمبل ليبيد اللي هو النيوترال فات. والفاتي اسيد زي ما اتفقنا يا ما فيش فيه دبل بوند يعني ساتوريتد، يا في دبل بوند يعني انساتوريتد، والانساتوريتد فاتي اسيد قد يكون فيه دبل بوند واحده اللي هو مونو انساتوريتد، وقد يكون فيه اكتر من دبل بوند اللي هو بولي انساتوريتد. النهارده احنا هنتكلم عن سؤال مهم جدا 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 يكاد يكون لا يخلو منه امتحان في فصل الليبيد. زي ما كده في الكربوهيدرات قلنا الدايسكترايد والبولي سكرايد كانوا المقارنه لازم واحد فيهم يجي لك في الامتحان، ما ينفعش تخش من غيرهم. لو سبت شابتر الكربوهيدرات كله ما تسيبش الجدولين دول، برضه السؤال ده لازم يجي في الامتحان. والغريب ان برضه من الاسئله اللي لازم تيجي في امتحان نص السنه بتاعك لو جاب لك اسئله انيوميليت، ويجي لك في اخر السنه لو جاب لك سؤال شورت ميل. ولو دخلت في امتحان شفوي وقعدت قدام اي دكتور وحد يسالك سؤال شفوي في فصل الليبيد، اول سؤال هيخبطك فيه ايه هي اهميه البولي انساتوريتد فاتي اسيد. ابتدي على السؤال ده مهم جدا 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 جدا. ايه اهميه البولي انساتوريتد فاتي اسيد؟ نعد مع بعض. أول فايدة هو بيخش في تصنيع الفوسفوليبيد. واضح من الاسم فوسفوليبيد يعني ليبيد ماسكة مع فوسفوليك أسيد، تمام؟ والفوسفوليبيد دي آلة كبيرة، ده هي دي موضوع القصة اللي جاية، هناخد كل أنواع الفوسفوليبيد اللي ربنا خلقها. بس انتوا بقى سمعتوا كلمة فوسفوليبيد دي في الاستولوجي كتير قوي لما كنتوا بتدرسوا مين؟ السلم امبرين. بيقول لك الفوسفوليبيد هو أكتر حاجة بتكون السلم امبرين بتاع الخلايا. بما إن البولي انساتوريتد فاتي أسيد اللي احنا شرحناهم المرة اللي فاتت بيخشوا في تصنيع الفوسفوليبيد، يبقى النتيجة المتوقعة رقم اتنين إن هو بيخشوا في تصنيع مين؟ السلم امبرين. بس أضاف سطر عايزين نفهمه مع بعض. قال هي بتخش في تركيب السلم برين وفي نفس الوقت بتمنتين يعني بتحافظ على اتس فلويدتي يعني السيوله بتاعها. خدتوا الفلويدتي في الاستولوجي ولا ما خدتوهاش؟ ما خدتوهاش. خدتوها في الاستولوجي؟ خدتوها في اي حته؟ يعني ايه فلويدتي وفي سلم برين؟ كلمه فلويدتي او سيوله معناها قدرة السلم برين انه يعدي المية والحاجات اللي بتدوب فيها، هو ده معنى كلمة فلويد. لو انا جبت لك السفنجة دي كده وجبت الموبايل ده كده وحطيت الاتنين قدامك، على الرغم ان السفنجة دي حاجة معتمة يعني انت مش هتشوفني من وراها زي الموبايل بالظبط، لانك لو حطيت الاتنين كده وحطيت مية فوق دي ومية فوق دي المية مش هتعدي من الموبايل، صح؟ لانه حاجه مصمطه، الجزيئات بتاعته قريبه قوي من بعض. لكن لو حطيت الميه على السفنجه ايه اللي هيحصل؟ الميه هتعدي من الناحيه الثانيه. الفكره او الفرق ما بين الاثنين هو قوه التماسك ما بين الجزيئات. كل ما الجزيئات تقرب من بعض كل ما الميه ما تعرفش تعدي، صح؟
وكل ما الحاجة اللي قدامك دي تبقى صامدة، وكل ما الجزيئات تبعد عن بعض كل ما المية تعرف تعد، كل ما المسافات تزيد، وكل ما الحاجة اللي قدامي تبقى الصلابة بتاعتها أقل. هو ده فكرة الفلويدي بتاعت السلم برين. لما كنتوا انتوا بترسموا السلم برين كانوا بيرسموه لكم كده في الهيستوري، بيرسموه لكم العدد الصغير اللي هو في جنب بعض دي، مش هو ده السلم برين؟ ايه العيال دي بقى؟ الفوسفوليبس صح؟ الراس دي هنعرفها الحصه اللي جايه، والرجلين دي هي دي الفاتي اسيد. رجل المدلدله دي ده فاتي اسيد جنب فاتي اسيد جنب فاتي اسيد جنب فاتي اسيد، ده اللي احنا بنتكلم عليهم البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، هم دول. طب يعني ايه بيحافظوا على الفلويد؟ بص يا سيدي، اتفقنا مع بعض ان انا بتكلم في البولي انساتيوريتد فاتي اسيد. يعني ايه unsaturated fatty acid؟ يعني الفاتي اسيد اللي بتحتوي على دبل بوند صح؟ قالوا اصل انت لما جيت تبص على الشكل الفراغي بتاع الدبل بوند دي في الطبيعه، لو جيت اجيب اي فاتي اسيد فيه دبل بوند وابص عليه بتلاقي شكله في الحقيقه ما بيبقاش مسطح كده زي ما احنا رسمينه، فبيبقى موجود في صوره كن او تنايات ثانيه بتعمل كده، ده شكل الدبل بوند. فقال لك ايه بقى؟ لو انت عندك فاتي اسيد ساتيوريت يبقى فيه تنايات؟ مفيش، لان مفيش فيه دبل بوند. طب لو انا جبت فاتي اسيد ساتيوريتد جنب فاتي اسيد ساتيوريتد جنب فاتي اسيد ساتيوريتد بالمنظر ده كده، المسافات اللي بين الجزيئات وبعضها بعيده ولا قريبه؟ قريبه صح؟ طب لو انا جبت فاتي اسيد بولي انساتيوريتد يعني في اكتر من دبل بوند، واتفقنا ان الدبل بوند بتكون عامله زي الثانيه واخده شكل كينك كده، فتيجي انت ترسم بقى الفاتي اسيد هيبقى كده، وادي الفاتي اسيد اللي تحته كده، بس احنا اتفقنا مع بعض ان الدبل بوند بتكون عامله كينك ثانيه كده، تلاقي الدبل بوند دي عامله كده واللي تحتها عامله كده ودي عامله كده واللي فوقها دي عامله كده، لما التانية دي قابلت التانية اللي تحتها عملت ايه في المسافات اللي ما بين الفاتي اسيد وبعض؟ بعدتهم صح؟ هو قال لك ان انت لما تيجي تبص على الفاتي اسيد اللي موجود في السلم برين كل ما يكتر فيه البولي انساتيوريتد فاتي اسيد هتبص تلاقيه عامل كده مبني كده والتاني قصاده عامل كده، فلما يبقى بالمنظر ده كده يبقى المسافات نفسها ما بين جزيئات السلم برين بعيده ولا قريبه؟ بعيده صح؟ فقال لك كل ما تكتر البولي انساتيوريتد فاتي اسيد في السلم برين كل ما المسافات اللي ما بين جزيئات السلم برين هتبعد عن بعض، كل ما ده يعمل ايه في السيوله بتاعت السلم برين؟ يزودها صح؟ كل ما يقدر يعدي ميه ويقدر يعدي حاجات بتدوب في الميه. لكن لو كان السلم برين غني بالساتيوريتد فاتي اسيد اللي مفيش فيها دبل بوند هيبقى فيها كينكس او تنايات؟ لا، ساعتها الفاتي اسيد تبقى لازقه في بعض، مش هيبقى في مسافات بين كل فاتي اسيد والتاني. طب وساعتها السلم برين يبقى سوليد اكتر ولا اقل؟ سوليد اكتر، يبقى صلب اكتر، مفيش مسافات ما بين الجزئين، وساعتها الفلويدتي بتاعته يعني قدرته انه يعدي الميه يحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى مين اللي بيحافظ على الفلويدتي بتاعت السلم برين؟ الساتيوريتد ولا البولي انساتيوريتد؟ البولي انساتيوريتد. فالفايده الثانيه للفاتي اسيد البولي انساتيوريتد ان هو بيخش في تكوين السلم برين، ومش بيخش في تكوينها بس، ده بيحافظ على الفلويدتي بتاعتها، يعني السيوله بتاعتها، يعني قدرتها على مرور الميه والحاجات اللي بتدوب في الميه من خلال السلم برين. فاكتب ده بفلويدتي، قدره السلم برين على مرور المياه من خلاله بالعربي كده عشان تبقى فاهم انت بتذاكر. قالوا كمان ان النوع ده من الفاتي اسيد اللي هو البولي انساتيوريتد فاتي اسيد هو ده اللي بيمسك مع الكوليسترول
ويحوله الى كوليسترول استر. ايه الكوليسترول استر؟ قال دي ماده نوت بريسيبتيتد فاسكولار اندوثيليوم. زي ما اتفقنا قبل كده قلنا الكوليسترول ده ماده مفيده للجسم وبتخش في تصنيع حاجات كتير، ولكن لما بيزيد عن حدها بتبقى مضره. قلنا ماده الكوليسترول ماده عامله زي الجبس، لما بيزيد في الدم بتترسب في غضروان الاوعيه الدمويه. قلنا ادي البلاد فيزل او الوعاء الدموي المنظر ده، قلنا ادي قطره. لما الكوليسترول بيزيد بيترسب في جدار الوعاء الدموي، يترسب من فوق هنا كده ويترسب في الجدار اللي تحت، يعني بيترسب في الفاسكولار اندوثيليوم. اندوثيليوم اللي هو الاميثيليوم اللي بيبطن الوعاء الدموي، نسيج الطلاي اللي موجود في الوعاء الدموي. فاسكولار يعني بلاد فيزل، وعاء دموي. فالكوليسترول لما بيزيد بيترسب في الفاسكولار اندوثيليوم، يعني النسيج الطلائي اللي بيبطل الوعاء الدموي زي ما انا راسم كده. يعمل ايه؟ اول حاجه بيضيق قطر الوعاء الدموي، بعد ما كان قطره كده قطره ده قل. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه زي ما اتفقنا الكوليسترول ده ماده عامله زي الجبس. ما دام عامله زي الجبس هتخلي البلاد فيزل يفقد المرونه بتاعته. ما يعرفش يبقى مرن مع ضغط الدم. يبقى البلاد فيزل ريجيد ناشف، ده اللي بيسموه تصلب في الشرايين او اسيروسكليروز. يبقى ايه هو الاسيروسكليروز؟ هو تصلب الشرايين، معناها زياده نسبه الكوليسترول في الدم عن الحد الطبيعي، بدا يترسب في الاوعيه الدمويه، بدأ يغطي الفاسكولار اندوثيليوم يعني النسيج الطلائي اللي بيبطل الأوعية الدموية، وبدأ يقفل في الوعاء الدموي ويخليه ناشف ويفقد المرونة بتاعته، وده اللي احنا بنسميه أثيروسكليروزس أو تصلب شرايين. مشكلة الأثيروسكليروزس إنه بيروح يأثر على أهم مكان في الجسم اللي هو الشرايين التاجية الكوروناري أرتريز اللي بتغذي القلب. زي ما احنا عارفين القلب في هنا كرونالز وعاء دمويه ماشيه فيه وبتغذيه. الكرونالز دي الكوروناري ارتريز الشرايين التاجيه، هي دي اللي بتغذي عضله القلب. لما بيجي يترسب فيها الكوليسترول ويحصل اثيروسكليروز او تصلب في الشرايين التاجيه، زي ما اتفقنا كميه الدم اللي كانت رايحه بتغذي القلب قلب. مشكلة مش في كده، كمية الدم دي يا دوب راحة مغذية القلب مكفياه، لكن ساعة ما الشخص ده يحب يبذل مجهود ويتحرك تبدأ عضلة القلب إن هي تنقبض بصورة أكبر. ما دام عضلة القلب بدأت تشتغل أكتر أصبحت محتاجة بلاد سبلاي أكتر، محتاجة دم أكتر. فالمفروض إن الشرايين التاجية دي يحصل لها إيه؟ توسع، يحصل لها فازو دايليتيشن. هل هتعرف توسع وتجيب كمية دم كبيرة مع الجبس اللي مترسب فيها اللي هو الكوليسترول؟ لا. ولأن البلاد فيزلز مش قادرة إن هي توسع وتجيب كمية الدم الكافية إنها تغذي القلب، يبدأ الشخص ده يجيله الأتاك. يجيله اللي بيسموه أنجينا بيكتوريز أو ذبحة صدرية. أو اللي ممكن نسميها اسم تاني اسكيميك هارت ديزيز. اسكيميك هارت ديزيز او انجينا بيكتوريز. انجينا بيكتوريز زي ما اتفقنا اللي بنسميها الذبحه الصدريه. اسكيميك هارت ديزيز، ديزيز يعني مرض في الهارت سببه اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ نقص البلاد سبلاي، نقص الدم اللي راح لاي اورجان. كلمه اسكيميا في اي عضو في الجسم معناها نقص كمية الدم اللي راح له. طب هايبوكسيا؟ نقص الأكسجين اللي رايح للأورجان، يبقى الإسكيميا نقص البلاد سبلاي والهايبوكسيا نقص الأكسجين. فإحنا بنقول دلوقتي إن الكوليسترول لما بيزيد في الدم بيترسب في غضروان الأوعية الدموية
ويعمل أثيروسكليروزس يعني تصلب في الشرايين، وتصلب الشرايين ده أكتر مكان بيأثر عليه هو الكورونري أرتريز اللي هي الشرايين التاجية اللي حوالين القلب. فلما الشرايين التاجية بتتأثر بالكوليسترول بيحصل فيها نسبة عالية من تصلب الشرايين، ده بيمنع الغذاء أو الدم اللي وصل للقلب فيعمل إسكيميك هارت ديزيز، يعني نقص البلاد سبلاي اللي رايح للقلب، أو اللي إحنا بنسميه اسم علمي تاني أنجينا بيكتورز. طب ده الكوليسترول. الكوليسترول بقى لما بيمسك فيه البولي انساتيوريتد فاتي اسيد اللي هو موضوعنا اللي احنا بنتكلم عن اهميته، بيحوله الى ماده اسمها كوليسترول استر. يبقى ايه هو الكوليسترول استر؟ هو عباره عن الكوليسترول بس ماسك فيه مين؟ بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. لقوا بقى ان الكوليسترول استر ده ماده عامله زي الميه، ما بتترسبش في الاوعيه الدمويه وملهاش اي مشاكل، يعني نوت بريسيبتيتد، ما بتترسبش في الفاسكولار اندوثيليوم في النسيج الطلائي بتاع الاوعيه الدمويه. عشان كده البولي انساتيوريتد فاتي اسيد في جسمنا مهمه جدا، ده هي اللي بتمسك في اي كوليسترول زياده وتحوله الكوليسترول استر. الفرق بين الكوليسترول استر والكوليسترول فرق مهم جدا. الكوليسترول مادة عاملة زي الكبس بتعمل تصلب شرايين، أما الكوليسترول الإستر مادة عاملة زي المية ما بتترسبش في قدران الأوعية الدموية وما تعملش المشاكل بتاع الكوليسترول. تمام؟ عشان كده النقطة اللي بعدها ما هي إلا تكملة للنقطة دي. قال يبقى إذا البولي أنساتيوريتد فاتي أسيد لها أنتي أثيروجينيك إفكت. يعني لها تأثير انتي مضاد اثيروجينيك، يعني ايه؟ يعني تكوين اثيروسكليروز، من اسمه اثيروجينيك يعني اثيروسكليروز تصلب شرايين. فيبقى البوفا او البولي انساتيوريتد فاتي اسيد لهم تاثير مضاد لتصلب الشرايين. ازاي؟ زي ما اتفقنا البولي انساتيوريتد فاتي اسيد بتمسك في الكوليسترول وتحوله لماده اسمها كوليسترول استر، ما بتترسبش في جدران الاوعيه الدمويه، يبقى انا كده خلصت المشاكل الكوليسترول. عشان كده البولي انساتيوريتد فاتي اسيد مهمه جدا جدا جدا، لها انتي اثيروجينيك افكت يعني لها تاثير مانع لحدوث تصلب الشرايين، وبالتالي بتحمي الجسم من الاسكيميك هارت ديزيز وبتحمي الجسم من الاثيروسكليروز، من تصلب الشرايين ومن المشاكل اللي ممكن القلب يتعرض لها. نقطة رقم 5، قال البولي انساتيوريتد فاتي اسيدز دي مهمة كمان اسينشال فور جروث بصفة عامة. وده طبيعي ما دام بتخش في تصنيع السلم البريد بتاع خلايا الجسم فهي مهمة علشان النورمال جروث بتاع الخلايا بتاعتنا كلها. أما رقم 6 ورقم 7 فاحنا خدنا نوعين اثنين من ضمن الانواع الكتيره بتاعه البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، كان من ضمنهم واحد اسمه اراشيدونيك اسيد. ده كان فيه كام ذره كربون؟ 20. كان دلتا كام؟ دلتا كام؟ 5 8 11 14 صح؟ وخدنا واحد تاني كان اسمه جلوكوزا هيكسانويك اسيد، ده كان فيه كام ذره كربون؟ 22. كان بدايته رقم كام؟ 4. دلتا 4، كل مره بتزود 3. فعندي اراشيدونيك اسيد وكان عندنا جلوكوزا هيكسانويك اسيد، دول كانوا اتنين فاتي اسيد من اللي احنا شرحناهم، بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. قال الجلوكوزا هيكسانويك ده عشان نخلص منه، قال ده بيخش في البرين and retinal development، مهمة علشان تطور المخ وشبكية العين بتاعة الطفل الصغير. الجنين وهو بيتكون في بطن الأم من أكثر الحاجات اللي بتخش في تصنيع البرين وتطوره هو الجلوكوزا هيكسانويك أسيد. ده بيخش للطفل إزاي؟ عن طريق البلاسينتا، عن طريق ماشينة الأم بتصنعه وبتنزله للطفل جاهز عن طريق البلاسينتا. والطفل بعد ما بيتولد برضه بيتنقل من عن طريق الام، عن طريق لبن الام، عن طريق الملك، بيكون فيه جلوكوزا هيكسانويك اسيد ده. فالجلوكوزا هيكسانويك اسيد ده واحد من البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، واحد من الفاتي اسيدز اللي فيهم اكتر من دبل بوند، مهم علشان تطور ونمو المخ
اللي هو البرين، وكمان تطور الريتنا اللي هي شبكيه العين بتاعه الطفل. وزي ما اتفقنا الطفل بياخده من الام عن طريق البلاسنتا اللي هي المشيمه، ده لما كان في بطن الام، وبعد ما اتولد بياخده من الام عن طريق الملك. اما الاراشيدونيك اسيد فلونه بيخش في تصنيع مركبين اثنين، مركب اسمه ليكوتراين ومركب اسمه بروستاجلاندين. والليكوتراين والبروستاجلاندين اخر 6 صفحات عندكم في المذكره اللي بعده هنشرحهم ان شاء الله خط نقطه، ونبقى كده خلصنا فصل الليبيد مع بعض. فالليكوتراين والبروستاجلاندين دول درسين عندنا هتعرفوهم باسم فقط لحد ما نشرحهم بقى بالتفصيل ساعتها ونعرف فورمولاتهم وفوائدهم. يبقى الاراشيدونيك اسيد بيخش في تصنيع مركبين مهمين جدا من مركبات الليبيد، يكاد برضه لا يخلو منهم امتحان، واحد اسمه ليكوتراين والتاني اسمه بروستاجلاندين. يبقى ايه هي فايده البولي انساتيوريتد فاتي اسيد؟ رقم واحد بيخش في تصنيع الفوسفوليبيد، كل نقطه هتدينا النقطه اللي بعدها. وما دام بيخش في تكوين الفوسفوليبيد اللي هي المكون الاساسي في السلمنبرين، فهو بيبني السلمنبرين، ولكنه بيحافظ على خاصيه مهمه جدا في السلمنبرين اللي احنا قلنا عليها الفلويدي، يعني قدره السلمنبرين انه يعدي الميه. كمان البولي انساتيوريتد فاتي اسيد لما بيمسك مع الكوليسترول بيحوله لمركب اسمه كوليسترول استر. ايه اللي بيفرق الكوليسترول استر عن الكوليسترول؟ الكوليسترول بيترسب ولا ما بيترسبش؟ بيترسب. اما الكوليسترول استر ما بيترسبش في الفاسكولار اندوثيليوم، يعني ما بيترسبش في جدران الاوعيه الدمويه. ولانه ما بيترسبش في جدران الاوعيه الدمويه يبقى دلوقتي البولي انساتيوريتد فاتي اسيد لها انتي اسيروجينيك افكت، يعني بتحمي الجسم من تصلب الشرايين اللي هو اثيروسكليروزس. اسمه اثيروسكليروز، وبيحمي الجسم كمان من الذبحه الصدريه اللي هي انجينا بيكتوريز او اللي بنقول عليها اسكيميك هارت ديزيز. بما انه بيخش في تكوين السلمنبرين يبقى برضه هو مهم علشان الجراثيم. اما الاراشيدونيك والدوكوزا هيكسانويد فالاراشيدونيك بيخش في تكوين مركبين، واحد اسمه ليكوتراين والتاني اسمه بروستاجلاندين. والدوكوزا هيكسانويد واحد برضه من ضمن البولي انساتيوريتد فاتي اسيد، وده بيخش في تكوين البرين وتكوين شبكيه العين اللي هي الريتنا بتاعت الطفل الصغير. سؤال ممكن يجي لك بصوره ثانيه، ممكن بدل ما يجي يقول لك امبورتانس اوف بولي انساتيوريتد فاتي اسيد اكتب لي الصيغه الثانيه عشان لما تجي لك في الامتحان ما تتلخبطش. ايه امبورتانس اوف اسينشال فاتي اسيد؟ امبورتانس اوف اسينشال فاتي اسيد، ايه هي اهميه الاسينشال فاتي اسيد؟ هي هيها نفس الاجابه، بس الاسينشال فاتي اسيد كانوا اتنين بس اللي هم مين ومين؟ لينولينك ولينولينك، صح؟ الاراشيدونيك والدوكوزا هيكسانويد اخر نقطتين اللي فيهم لون احمر دول كانوا اسينشال ولا كانوا كونديشنال اسينشال؟ يبقى لما تيجي تجاوب السؤال بتاع اهميه الاسينشال فاتي اسيد هتروح جاي لحد رقم 5 وساكت. عاوز تضيف النقطتين دول اقولها ازاي؟ اقول الاسينشال فاتي اسيد اللي هم اللينوليك بيخش في تصنيع الاراشيدونيك اللي وظيفته بيصنع ليكوتراين وبروستاجلاندين، واللينولينك بيخش في تصنيع الدوكوزا هيكسانويد اللي وظيفته برين اند ريتينال ديفلوبمنت. يبقى انت هتكتب نفس الاجابه بالظبط كامله، بس هتيجي في اخر نقطتين وما تقولش اراشيدونيك دايركت، تقول ده اللينولينك بيتحول لاراشيدونيك اللي بيعمل كذا وكذا، واللينولينك بيتحول لجلوكوزا هيكسانويد اللي بيعمل كذا وكذا. خلاص دي الاجابه النموذجيه للسؤال بتاعك لو جالك امبورتانس اوف اسينشال فاتي اسيد بنسبه 90%. بيجي السؤال مش اهميه البولي انساتيوريتد خالص، ده بيجي السؤال فعلا اهميه الاسينشال فاتي اسيد. تمام، احنا كده عرفنا ايه هي اهميه الاسينشال فاتي اسيد او اهميه البولي انساتيوريتد فاتي اسيد. بتصنع فوسفوليبيد عشان كده مهمه السلمنبرين، حول الكوليسترول لكوليسترول استر اللي ما بيترسبش في جدران الاوعيه الدمويه، وما بيعملش اثيروسكليروزس ولا بيعمل اسكيميك هارت ديزيز، مهم علشان الجروس. اللينوليك بيتحول لاراشيدونيك اللي بيخش في تصنيع مركبين مهمين في الكوتراين وبروستاجلاندين.
اللينولينك بيتحول الى جلوكوزا هيكسانويد، واللي بيخش في الديفلوبمنت اوف ريتين اند برين، وده بياخد الطفل من الام عن طريق البلاسينتا وعن طريق المهر. بعد ما قلنا اهميه البولي انساتوريتد فاتي اسيد، كل واحد بيقول لنا تمام، والاثنين اللي بيتصنعوا منه EBA والDHA. EBA تمام والDHA هما الثلاثه دول اللي احنا بنقول عليهم الاوميجا 3 فاتي اسيد. ادي الثلاثه فاتي اسيد دول لهم ثلاث فوائد. اول فايده بيقللوا الكارديو فاسكولار ديزيز، بيعيد نفس الكلام كارديو يعني هارت، صح؟ فاسكولار يعني بلاد فيزل، يعني بيمنعوا الامراض بتاعه القلب والاوعيه الدمويه اللي هي الذبحه الصدريه وتصلب الشرايين. ما احنا لسه قايلين مش الثلاثه دول اللي هم الاوميجا 3 فاتي اسيد بولي انساتوريتد فاتي اسيد، وظائف البولي انساتوريتد فاتي اسيد بتمسك في الكوليسترول وتحوله الكوليسترول استر اللي ما بيترسبش في قدرات الاوعيه الدمويه، ما بيعملش تصلب شرايين، ما بيعملش مشاكل في القلب. فطبيعي جدا ان اول فايده لدول ان هم يقللوا الكارديو فاسكولار ديزيز، يقللوا الامراض بتاعه القلب والاوعيه الدمويه، مشاكل القلب ومشاكل تصلب الشرايين. كمان لهم انتي انفلاماتوري افكت، بيقللوا الانفلاميشن اللي هو الالتهابات، وبيقللوا كمان فرصة حدوث الكانسر في معظم أماكن الجسم. إزاي بيقللوا الالتهاب وإزاي بيقللوا الكانسر؟ الفكرة كلها إن الحاجات دي كل ما بتكتر في الخلايا، وتحديدا أكتر مكان موجود فيه الفاتي أسيد هو الفوسفوليبيد اللي موجود في السلمبرين، فكل ما هيكتروا كل ما هيدوا فيابيليتي او حيويه للخلايا بتاعت الجسم. كل ما السلمبرين يبقى قوي كل ما معنى كده ان حيويه الخليه دي قويه والخليه دي شغاله. السلمبرين من اكتر الحاجات اللي لو اتضربت في الخليه الخليه تبدا تموت. الخلايا بيحصل فيها انفلاميشن، يحصل فيها التهابات. الخلايا تبدا يخش فيها مركبات، قلت لكم قبل كده جبت لكم سيرتها، قلت لكم مواد مؤكسده بنقول عليهم اوكسيدايزنج ايجنت، مواد ممكن تخش جوه الخليه والمواد دي تروح داخله جوه النيوكلس جوه النواه وتبدا تضرب الدي ان ايه المحتوى الجيني بتاعنا وتعمل فيه طفرات ممكن تخلي الخليه تقلب بسرطان. كل ده لو السلمبرين ما كانش كويس، لو الخليه عجزت وضعفت السلمبرين بتاعها بقى ضعيف، اي ماده عبيطه ماشيه في جنب الخلايا ممكن تخش جوه الخليه وتعمل مشاكل في الدي ان ايه وتقلب بانفلاميشن او تقلب بكانسر. الاوكسيدايزنج ايجنت او المواد المؤكسده دي زي ايه؟ انا جبت لكم سيره حاجه منها قبل كده، الناس اللي حاضره معانا من زمان، قلت لكم زي الاكسجين الذري. الاكسجين الذري ده ممكن بعض الخلايا بتطلعه نتيجه التنفس بتاعها. المفروض الاكسجين ده ماده ان ستيبل، حاجه غير مستقره. الاكسجين الذري عشان يستقر يا اما يمسك مع اكسجين زيه ويكون O2، يا اما يمسك مع هيدروجينتين ويكون ميه. كده مستقر وكده مستقر، لكن طول ما هو اكسجين ذري مش ماسك في حاجه كده مستقر unstable. ده ماده بقول عليها اوكسيدايزنج ايجنت، عامل مؤكسد، ماده بتضر الخلايا بتاعتنا. فلو انت السلمبرين بتاعك كويس نتيجه ان في فاتي اسيدز كتيره زي الاوميجا 3 فاتي اسيدز ومقويه السلمبرين، مش اي ماده زي الاكسجين الذري ده مثلا تعرف تعدي من السلمبرين وتخش جوه النيوكلاس وتخش على الدي ان ايه وتعمل فيه طفرات وتقلب بعد كده بمين؟ بكانسر. فكل ما الليمتز تكتر وكل ما الفاتي اسيد تبقى متصنعه مظبوط وكل ما تبقى موجوده في السلمبرين بكميات كبيره، معنى كده ان الخليه دي قويه والفيابيليتي او الحيويه بتاعتها كويسه، ساعتها مش اي ماده تخش جوه الخليه وتعمل فيها انفلاميشن وتعمل فيها كانسر. علشان كده الاوميجا 3 فاتي اسيد تحديدا الثلاثه دول زي ما لهم افكت على القلب، بيقللوا الكارديو فاسكولار ديزيز،
كمان بيقللوا الانفلاميشن وبيقللوا حدوث او فرصه حدوث الكانسر، وده عن طريق ان هو بيزودوا قوه الخليه وحيويه الخليه ان هو بيدوها سيل ممبرين قوي. بانتهاء اهميه الاوميجا 3 فاتي اسيد، يبقى احنا كده خلصنا كل ما يتعلق بالفاتي اسيد. عشان نخش على النقطه الثانيه اللي هي الجليسرول. الجليسرول هو مركب رمزه CH2OH CHOH CH2OH. هو ده الجليسرول اللي احنا بنقول عليه اصغر الكحول ربنا خلقه، عباره عن ثلاث ذرات كربون ماسكين مع ثلاثه OH. ادي الكربون رقم واحد، وادي رقم اثنين، وادي رقم ثلاثة. اكتب الترتيب ده على الرسمة بتاعتك. وممكن نقول على الكربونة دي الفا، والكربونة دي بيتا، والكربونة دي جاما، برضه اكتب لي الترتيب ده. ولو حبينا نرقم ترتيب لاتيني هنرقم من فوق لتحت، يبقى واحد اثنين ثلاثة، الفا وبيتا وجاما. الجليسرول لما بدأ يتكلم عنه، قال هتكلم عن حاجتين اثنين، ايه الخصائص بتاعته؟ وايه هي استخدامات الجليسرول لوحده في المجال الطبي؟ يعني هل ممكن الجليسرول ده استعمله لوحده؟ له كذا استخدام عندنا هنعرفهم. وبعد كده زي ما اتفقنا نمسكه بقى مع الفاتي اسيد عشان نكون مين؟ النيوترال فات. الجليسرول لوحده قال اول معلومه، لو انا جبت الجليسرول ده وحطيته في ميه هلاقيه بيدوب في الميه، سوليبل ان ووتر. ودايما اي حاجه بتدوب في الميه ما بتدوبش الدهون في المذيبات الدهنيه، والعكس اي حاجه ما بتدوبش في الميه تلاقيها بتدوب في المذيبات الدهنيه. ما دام ده سوليبل ان ووتر يبقى ان سوليبل ان فات سولفنت، يعني ما بيدوبش في المذيبات الدهنيه او المذيبات العضويه. الخاصيه رقم اثنين قال ان الجليسرول ده سويتي تيست، يعني طعمه سويتي مسكر شويه، لو حطيت دو على طرف لسانك كده هتلاقي طعمه مسكر. ولكن الخاصيه الثالثه هي اللي تهمني، قال ان لما اعمل له استريفيكيشن ويز فاتي اسيد مع الحمض الدهني بيديني بقى اللي احنا سميناه نيوترال فات. والنيوترال فات ده ثلاث انواع نعرفهم مع بعض. وان استريفيكيشن يعني لما اعمل له استريفيكيشن يعني لما اكون استر. هو الاستر عباره عن ايه زي ايه زي ما شرحنا قبل كده؟ حلو. اسيد اللي هو حمض زائد الكحول. حمض وكحول يبقى المركب اللي هيطلع عندي اسمه ايه؟ اسمه استر. طب الجليسرول ده تصنيفه ايه؟ حمض ولا كحول؟ كحول. واتفقنا ان الجليسرول ده هو اصغر كحول ربنا خلقه. طب الفاتي اسيد اللي انا عايز امسكه معاه، مش احنا اتفقنا ان انا عشان اعمل سمبل ليفل همسك الكحول مع فاتي اسيد، دي مقدمه الحصه بتاعتنا النهارده. ادي الفاتي اسيد اهو. الفاتي اسيد رمزه ايه؟ ار سي او اتش. انا هكتبه بالشقلوب عشان اعرف امسك الاثنين في بعض. ار سي او اتش ده الفاتي اسيد او الحمض الدهني. حمض ولا كحول؟ حمض. اسيد فاتي اسيد. يبقى انا عندي دلوقتي كحول وحمض، ولما الكحول اللي بيمسك في الحمض بيكون استر. علشان كده بيقول احنا لما نفعل الجليسرول مع الفاتي اسيد انا كده بعمل عمليه ايه؟ استريفيكيشن، يعني عمليه تكوين استر. الاستريفيكيشن بيحصل فين؟ قال في ثلاثه سايتس فور استريفيكيشن، في عندك ثلاث اماكن ممكن تكون عندهم استر، مش مكان واحد بس. انا عايز امسك الفاتي اسيد ده مع
مثلا مع الجليسرول عندي الكربونه رقم واحد. القاعده بتاعتنا اللي اتفقنا فيها في اول حصه مع بعض، قلنا عشان امسك اي مركبين مع بعض اطلع من وسطهم ميه، وميه يعني اتش او اتش. ادي الاتش يا سيدي وادي الاو اتش، خدنا من هنا اتش ومن هنا او اتش وكوننا ميه طلعناها بره التفاعل، وهنروح ممسكين دي بدي ويبقى الشكل بتاعنا بالمنظر ده كده. كده الفاتي اسيد مسك مع الكربونه رقم واحد. ده كده سيمبل ليبيد ولا مش سيمبل ليبيد؟ سيمبل ليبيد عباره عن كحول مع فاتي اسيد. واتفقنا ان الاثنين مع بعض هنسميهم استر. طب المركب ده اسمه ايه بالظبط بقى؟ المركب ده بص كده على التسميه بتاعته، اسمه مونو ايثايل جليسرول. جليسرول اللي هو احنا رسمين، ومونو يعني احادي، يبقى اكيد ايثايل اللي هو مين؟ اللي هو الفاتي اسيد صح؟ مونو احادي ايثايل الفاتي اسيد جليسرول. طب ليه ما قالوش مونو فاتي اسيد جليسرول؟ قال في قاعدة في الكيمياء بتقول لما يبقى الفاتي اسيد بتاعك ار سي او او اتش مش ماسك في حاجة، ده كده اسمه فاتي اسيد. أول ما الفاتي اسيد يمسك مع أي مركب أيا كان مش شرط جليسرول، يعني لو جيت تمسك الفاتي اسيد في أي مركب في الدنيا ساعتها ما بقاش اسمه فاتي اسيد، ساعتها بنسمي الفاتي اسيد إيه؟ ايثايل جروب. يبقى هي الايثايل جروب؟ هي الفاتي اسيد لما يكون مرتبط، لما يكون ماسك في اي مركب. لكن لو فاتي اسيد كده ار سي او اتش فري مش ماسك في حاجه خالص ما ينفعش اقول عليه ايثايل، اقول عليه فاتي اسيد. بما ان الفاتي اسيد ده ماسك في الكربون رقم واحد يبقى التسميه الصح للمركب ايه؟ مونو يعني احادي، ايثايل اللي هو الفاتي اسيد جليسرول. طب ما انا ممكن اجيب كمان فاتي اسيد وامسكه في الكربون رقم اثنين بنفس القصه بالظبط، كلامك مظبوط. ادي ار سي او او اتش، وعشان امسك الاثنين في بعض هشيل من وسطهم ميه، وميه يعني اتش او اتش، واروح ممسك الاثنين مع بعض بربط. انا كده عندي اثنين فاتي اسيد ماسكين مع الجليسرول صح؟ يبقى المركب اسمه ايه؟ مونو ولا داي؟ داي. هيبقى اسمه داي ايثايل جليسرول. واتفقنا داي يعني ثنائي يعني اثنين فاتي اسيد، ايثايل اللي هو الفاتي اسيد وجليسرول اللي هو جليسرول. الاحتمال الثالث والاخير ان انا اجيب كمان فاتي اسيد اهو واروح ممسكه مع الكربونه الثالثه فيبقى المركب اسمه ايه؟ اسمه تراي ايثايل جليسرول. بقول لحضرتك بقى احنا 90% من الدهون اللي في جسمنا و90% من الدهون اللي بناخدها في الاكل عباره عن المركب ده اللي هو التراي ايثايل جليسرول. تمام؟ يبقى ايه هو السيمبل ليبيد؟ نرجع تاني ونعيد اول صفحه خالص. السيمبل ليبيد هو ابسط نوع من انواع الليبيد، معناه فاتي اسيد زائد كحول. لما الكحول بيكون جليسترول ساعتها بنسمي المركب ده نيوترال فات او الدهون المتعادله. عباره عن ايه نيوترال فات؟ عباره عن جليسترول وعرفنا رسمته وعرفنا البروبرتيز او الخصائص بتاعته، والفاتي اسيد عرفناه وعرفنا ان في منه ساتيوريتد وان ساتيوريتد وعرفنا انواعه وفوائدهم. بعد كده هنمسك الاثنين مع بعض عشان نكون السيمبل ليبيد بتاعنا اللي هو النيوترال فات. مسكنا الفاتي اسيد مره مع الكربونه الاولى فاصبح مونو ايثايل جليسرول، مسكنا كمان فاتي اسيد مع الكربونه الثانيه فاصبح داي ايثايل جليسرول، مسكنا كمان فاتي اسيد في الكربونه الثالثه فاصبح تراي ايثايل جليسرول. كل دي انواع من السيمبل ليبيد او اللي احنا سميناه نيوترال فات. طب ليه سميناه بقى نيوترال فات؟ ليه اسمه دهون متعادله؟ دهون متعادله لانه مش شايل شحنه، لا بيشيل شحنه موجب ولا بيشيل شحنه سالب. بمعنى الفاتي اسيد اللي هو ار سي او اتش ده، لو على فكره ان الفاتي اسيد لما بيتحط في ميه جوه جسمنا في الوسط بتاعنا لو انه دايما بيسيب الهيدروجينه بتاعته دي ويروح شايل شحنه سالب. لو ان اي مركب يبقى مثلا فيه ان اتش 2 لو ان هي بتاخد هيدروجينه زياده وبتشيل شحنه موجب، ده كده شايل شحنه وده كده شايل شحنه. الفاتي اسيد اللي انا حاطه هنا سايبه كده فري ولا ممسكه في الجليسرول؟ ممسكه في الجليسرول.
هل السي او او اتش دي دلوقتي تعرف تشيل شحنه؟ لا ما تعرفش، لانها ماسكه في مين؟ في المركب اللي جنبها. فالمركب اللي قدامنا ده لا عارف يشيل شحنه سالب ولا عارف يشيل شحنه موجب، ولانه مش شايل شحنه يبقى ساعتها اقول عليه ايه؟ نيوترال، اقول عليه متعادل، عشان كده جت التسميه بتاعته نيوترال فاير. اخر حاجه في الجليسرول، الجليسرول لوحده بقى استخداماته ايه؟ هل انا ممكن استعمل الجليسرول ده في المجال الطبي بتاعنا؟ كلينيكال او ميديكال يوزز اوف جليسرول، استخدامات الجليسرول في المجال الطبي. نعد مع بعض. اول استخدام للجليسرول، الجليسرول ده بيصنعوا منه حاجه اسمها نيترو جليسرين. مكتوب عند حضرتك النيترو جليسرين في المذكره. نقطه رقم واحد واهم نقطه، نيترو جليسرين ده فازو دايليتور، موسع للشرايين. بندي العيانين اللي عندهم انجينا بيكتوريز، الذبحه الصدريه اللي انا لسه شارحها حالا. الانجينا بيكتوريز او الذبحه او الاسكيميك هارت ديزيز مشكلتها في زياده نسبه كوليسترول اللي هيترسب في الشرايين التجاري، بنسميها كورونري ارتريز. فلما يترسب فيها يعمل ما يسمى بتصلب الشرايين. فيحصل للشخص ده انجينا بيكتوريز او ذبحه صدريه. عشان اعالج انا العيان ده هعمل له ايه؟ هديله ادويه تجبر الكورونريز او الشرايين التاجيه ان يحصل لها فوضى انها تتوسع، توسع عشان تجيب كميه دم اكتر للقلب. من ضمن الادويه اللي بتقال عليها سترونج فازو دايليتور، يعني بتوسع الشرايين بقوه، النيتروجليسرين ده ماده بتحتوي على الجليسرول، بتعمل فازو دايليتيشن في الكورونريز اللي هي الشرايين التاجيه، عشان كده بستخدمها في علاج الانجينا بيكتوريز اللي احنا شرحناه من دلوقتي بالتفصيل. الحاجه الثانيه قالوا ان من خصائص ماده الجليسرول دي ان هي بتعمل دي هايدريشن اوف تيشوز. كلمه دي هايدريشن يعني ايه؟ جفاف، بتنشف. تيشوز هي الانسجه، بتسحب ميه من الانسجه. خصائص الجليسرول ان هو بيسحب ميه. طب ما دام الجليسرول بيسحب ميه، قالوا خلاص احنا ممكن نستعمل الجليسرول ده في كذا حاجه. قالوا احنا ممكن نصنع منه كريمات للبشره. معظم كريمات البشره لما تيجي تبص عليها يقول لك مش عارف كريم ايه بالجليسرين، دخل فيه ماده الجليسرين اللي هي اساسها الجليسرول. ليه كريمات البشره كلها عباره عن جليسرول؟ عشان الجليسرول زي ما اتفقنا بيعمل ديهايدريشن في التيشو، بيسحب ميه. فلما انا تحطه على الجلد من بره يسحب ميه من الانسجه من تحت، يطلع الميه على السكن، فيروح مرطب السكن. ما انت مش هتحط كريم لما يكون الجلد ناشف، قشف صح؟ قشف من الاخر يعني عارف صح؟ فتنت انت كريم عشان يسحب الميه من الانسجه اللي تحت عشان يبدا يرطب الجلد، زي ما هو مكتوب عندك كده سكن مويسترايزر، يعني مرطب للجلد. وفكرته ان هو مرطب للسكن ايه؟ ان هو هيسحب ميه من الانسجه اللي تحت، لان له قدره زي ما اتفقنا انه يعمل دي هايدريشن في التيشو، يجفف الانسجه او يسحب منها ميه. طيب الخاصيه الثانيه، بما انه برضه بيسحب ميه من الانسجه، قالوا طب ما لو احنا استعملناه كاقراص ممكن استعمله كلاكسيتيف. لاكسيتيف يعني مليل، عشان يعالج الامساك، نفس الفكره. مش احنا قلنا من ضمن الاسباب الكونستيبيشن ان الاستول يكون هارد ناشف، الفراز ناشف. طب انت لما تدي ماده زي دي بتسحب ميه، هتسحب ميه من خلايا الانتستين وتدخلها جوه تجويف الامعاء، تقوم تمنع الكونستيبيشن. عشان كده ممكن نستخدمه كلاكسيتيف كمولال. كمان بما انه بيعمل دي هايدريشن في التيشو، بيسحب ميه من الخلايا، في ناس بتتعرض لحاجه اسمها برين إديمة، يعني ميه متجمعه على البرين. ده غالبا بيبقى واحد عمل حادثه ودخل في مشاكل ونزيف وبتاع، المهم قصه طويله، دخل في برين إديمة في ميه حوالين المخ. تعملوا من الجليسرول ده برضه محاليل ممكن ان هي تتعلق. فكرتها في ايه؟ انها بتعمل ديهايدريشن في التيشو. لما المحلول بتاع الجليسرول ده يعدي في الدم وادي خلايا البرين مرصوصه على الجنب كده، خلايا البرين فيها إديمة، إديمة يعني مليانه ميه. وجيت انت اديت ماده زي الجليسرول دي ماشيه في محلول، من خصائصها انها بتعمل ديهايدريشن في التيشو، فتسحب ميه
من الخلايا بتاعه البرين فتبدا تسحب الميه اللي في المخ تبدا ترجعه للوضع الطبيعي بتاعه. ولانها برضو بتعمل ديهايدريشن في التيشو فاستعملوها اخيرا في علاج الجلوكوما. جلوكوما قلنا قبل كده معناها زياده ضغط العين. قلنا دلوقتي العين بالمنظر ده كده، قلنا جوه العين في سائل في ميه، لما الميه دي بتزيد على حجمها الطبيعي قلنا ساعتها بنسمي المرض ده جلوكوما، يعني زياده ضغط العين، يعني كميه الميه اللي ماليه العين زادت عن حجمها الطبيعي فعماله تضغط على العين من كل ناحيه. وقلنا مشكلتها ان لو ضغط العين او الجلوكوما فضل عالي بتفضل تضغط على الريتنا اللي هي شبكيه العين من ورا وتعمل فيها تحلل تكسر شبكيه العين. من ضمن الحاجات اللي برضو قالوا ممكن نستعملها في علاج الجلوكوما او زياده ضغط العين الجليسرول، زي ما بنقول هيمشي في الدم من خصائصه انه بيعمل ديهايدريشن في التيشو، يعني بينشف الانسجه، يسحب ميه من اللي موجوده في العين ويرميها في الدم في البلاد فيزل، فنستخدمه في التريتمنت اوف جلوكوما. يبقى الجليسرول هو مركب تصنيفه اسيد ولا كحول؟ قلنا هو كحول. بيتكون من 3 ذرات كربون و3 او اتش. من الخصائص بتاعته سوليبل ان ووتر، يبقى انسوليبل ان فات سولفنتس، سويتي تيست. بعمل له استريفيكيشن يعني بكون منه استر، والاستر ده يا اما مع الفاتي اسيد عند الكربونه الاولى او الثانيه او الثالثه. لو الاولى يبقى مونو انساتوريتد فاتي اسيد، لو ضفنا كمان الثانيه بقى داي مونو ايسايل جليسرول، سوري لو ضفنا الثانيه بقى داي ايسايل جليسرول، لو ضفنا كمان فاتي اسيد عند الكربونه الثالثه بقى اسمه تراي ايسايل جليسرول. اتفقنا ان كلمه ايسايل يعني فاتي اسيد ماسك مع المركب، لكن كلمة فاتي اسيد بس اقولها لما يكون الفاتي اسيد مش ماسك في حاجة. قلنا الجليسرول له ميديكال يوزز كتيرة جدا، ممكن نصنع منه حاجة اسمها نيتروجليسرين، وده سترونج فازو دايليتور، بيوسع الشرايين التاجية اللي هي الكورونري ارتز اللي حوالين القلب، عشان كده بنستخدمه في علاج الانجينا بكتوريز اللي هي الذبحة الصدرية. كمان له قدرة انه يعمل دي هايدريشن في التيشو، يعني بيسحب مية من الخلايا بيجفف الخلايا، عشان كده استعملناه كمرطب للسكن كلاكسيتف ملين، نستخدمناه في علاج الفرين اديما المية اللي على المخ والجلوكوما اللي هي زيادة ضغط العين. وانا كنت بصراحة عامل حساب ان انا هكمل جزء كمان بس كده كفاية عشان تعطيكوا سيكشن، هنكمل بقى المرة اللي جاية ان شاء الله. هنكمل المرة اللي جاية.